وسهلا. هو أنا سألت فما أخذت كل الأجوبة طبعا لأني ما سألت كل الأسئلة. يسأل الله أيام غربة. يسأل الله. يسأل الله. والله هو بذكرك الجو ما هيك والأضواء والمسرح. إيه أكيد. بالمسرح. بس طيب. ما تقول أي سنة غربة مشان ما أكبر كتير. لا ما راح نقول، أنت بتضلي صباح جزائري. أهلا وسهلا. بقول لك مبروك على يا حذرك على شو؟ على المقلب. المقلب اللي انا عملته بجمال زياد. اهلا وسهلا فيكي مره ثانيه ضيفه عزيزه جدا. شكرا كثير على برنامج منكم واليكم، والسلام عليكم. هو بالغلط الكاميرا كانت مخفية بالنسبة للسيدة صباح. الكل أثناء التصوير في مكان التصوير ما بيعرف أنه في كاميرا خفية. حب واحد من الفنانين الزملاء أنه يعمل منيحة، فهذا هو المقلب اللي صار فينا نحن، أنه ما قدرنا ناخذ كل شيء بدنا إياه من السيدة صباح جزائري، فراح قال لها أنه في كاميرا خفية. ديري بالك عمليا ما بتعرف لا زياد ولا جمال، ولكن تصرفت على انه ممكن يكونوا هن جماعة الكاميرا الخفية. فكان الحوار. مرحبا، وديتها للمدام. شو ما بدك تحاتمي؟ بدنا نقعد نحكي؟ مالي فاضي. انا عم سوي خمس دقايق بس. لا مالي فاضي. شو عم تسوي؟ عم سوي تصوير. شو يعني برنامج؟ شو اسمه؟ ما له اسم. يعني بالاخير تحطوا له اسم؟ انا كل اعمالي بتسوى بالحاره هون. ها؟ كل الاعمال اللي بسواها بالحاره هون بعرف اسمها. مو مشكله بس دقيقتين الله يخليكي. شو اسم الاعمال؟ اللي سجله عندي، انه كل الاعمال اللي بسجلها. شو اسم العمل؟ خير خير. شو؟ العمل؟ نعم. خير شو؟ اسم الحكاوي. شو في وكي؟ خير شو؟ ما في شيء ما في شيء ما في شيء. خلص هلا قلت لك عندي شيء. شو اسمه العمل؟ قولي لي اسم العمل. غليظ. اعطوني. وديت المرة والولاد مشان تقولي لي غليظ. روح معهم نام، صار وقت نومك. هلا نوم؟ ايه. انتوا قاعدين نحن قاعدين. ما عندك شغل؟ لا. طيب روح مشي. هلا ببهد لك المخرج المنتج وبياخذوك. بس اسم العمل. ما بدي الا اسم العمل. تعال شوفه غسان. اسم العمل بس ما بدي منك انت. شو بدي منك؟ كنت سالتك. خلص انت قولي لي اسم العمل. خلص اسم العمل. شو بيقول لك غسان؟ قول له اسم العمل. مرحبا صغير. اهلين. قال اللي بتقول لك اختي. قال يلا لك يلا قول له جاي. بس عم بيحكي مع الفنانه صباح. تفضل. خير سيدي. بس بدنا نستفسر منها على شغله. لا تفضل. الشرف. نحن هون ساكنين. شرف. تفضل. وين بدك جاي تعمل مع كلام؟ ألم ألم. بدنا اسم العمل. بده اسم العمل. شو المشكلة فيه؟ نحن نعمل أرشيف أنا وصهرين. أيوه. ردي فيديون أو خاطر. طيب شو المطلوب من المدام؟ بس اسم العمل اللي عم تسويه باعتبار لك زمان ما طلعتي. بدي أعرف شو يعني شو الشغل عم تشغلين من جديد. اسمه الحكواتي. اسمه الحكواتي بس هيك. مين عم بيمثل فيه؟ أنا والسيدة مها والأستاذ محمد جبوني. مين كمان؟ في كتير. شو اسمه؟ مالي فاضي هلا. شو اسمه؟ إذا بتريدي خمس دقايق. غسان. ألم 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 ألم. بس نسجل أسماء. ما جاي تسجل وما معك ألم كمان؟ ما جبالي إنه ممكن تتجاوب معنا هالقد. هلا قلت لك بعد خمس دقايق بتجاوب معك. هلا مالي فاضي. بس الأسماء تبع الممثلين. أكثر من رول بدي أنا. وشو هو يعني تاريخي؟ منوعات. 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 السيدة مها المصري. خليتك للزنقة.
عفوا مدام، سيدي مها المصري صباح جزائري. انا حافظ اسمي ولا برافو علي. طبعا احنا متابعين الحركه الفنيه بالقطر. ايه مين في كمان ممثلين بالله؟ ما في ممثلين بس بدكم تطولوا انتوا عم تصوروا لحين نعمل زياره للنجاح. الصبح اعمل زياره قاعدين روح ناموا تعا وتلاقينا شو انتوا ما بتناموا منها؟ لا بالله ما بتناموا منها للصبح قاعدين عندكم كلكم جيب لكم شاي. لا شكرا انا بس ولا شو جهزوا لنا؟ بريق شاي هيك يكون مرتب. هنا عم يساووا قشي هلا. قشي هلا قشي ايه بتصير جيب الناس كيف الناس جيب الناس كم حكايه؟ شجاعات ما بحب الحفلات. مدام صباح معلش ممكن سؤال؟ اذا قلنا لك انه احنا عم الكاميرا خفيه بتزعلي شيء؟ لا ما بزعل بعرف. الكاميرا وينها بس؟ بعرف وين الكاميرا؟ لا مو هيك ليكاك شو فيها وين؟ شو فيها شو فيها ليكاك 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 شو فيها؟ وراكي ليكاك ارجعي بس طلعي لقفة 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 بتدوري شاحنة يا تضربوا. شكرا لك. وانا مالي غليظ كثير شوي لا غليظ. هو كان في شك ما هيك؟ ايه يعني انا يعني ما كنت كتير متأكدة انه هدول هني نفسه الشباب نفسه. لا عفوا لانه الاخ جمال او زياد اجا قبل بفترة لعندي وقال لي لما كنت قاعدة جوا بقهوة انه فرع محضر حالي للتصوير فقال لي انه نحنا قال لي انا مرتي وولادي معي مدام وبدي احكي معك في سؤال شخصي قومي معي مدري لوين. قلت له لا ماني فاضية بدي صور وما عندي استعداد. فبعد شوي بيجي الزميل ايمن رضا وبيقول لي انتبهي في كاميرا خفيه. فنسيت يعني بعد شي نص ساعه قمت على هذا فتذكرت كلام ايمن لما اجى لقدامي وعم يحكي قلت احتمال هو يكون واكيد هو يعني ما في حدا غيره خلال الاسئله الساعه مدري قديش بالليل ومين حيجي يحكي معي والناس قاعدين يعني شايفين انه عم اصور فما حدا حيجي يعطلني عن الشغل ويعمل معي حوار. فقلت هذا هو واضحة انه في حدا عم يصورني طالما الاخ عم يحاورني ففي حدا مرتب العملية وفيصل اكيد يوميتا اجت مها لعندي مها المصري فقالت لي انه نعمل معي مقلب وهيك هيك القصة وكنا معزومين بالصدفة بنفس اليوم لمكان فيه فيصل. فقلت لها يا مها انا قلبي على ايدي ليقوم يعمل معنا فيصل مرعي مقلب بالسهرة. قالت لي معقولة يا صباح؟ قلت لها والله قلبي نأزني وانا رايحة على قهوة النوفر انا وياها نصور تلا قلبي ناقزني انه يكون هيك. فطلع حدسي بمحله يعني الا لقطني يوميتها.